بيبي بص ولا كلمة، قلت لك ما بسمع منك ولا كلمة يا الخاين. وانتي رايلي؟ ما لقيتي غير رايلي؟ انتي رفيجة انتي؟ بيبي شيماء زوجتي. زين وانا؟ انتي حبيبتي، انتي زوجتي، بس ما ادري لولو كسرة ظهري ما بيتعيش بين امه وابوه منفصلين يعني. وانا في واحدة تسوي بصديقة عمرها كذي؟ ما كنا بينكم عشرة، ما كنا قعدت وكلت وشربت عندنا. مال حراق الله يحرقها. احنا نبي نتفاهم على موضوع الطلاق اللي هي تبي. بيبي ما بذنها ماي. خير ان شاء الله. لولو؟ ايش فيها؟ حبيبتي خلاص ما له داعي تسوين بعمرك كذي. الدكتور واعتذر منك، ما كان يعرف بظروفك هو، وانتي ما تدرين بنتك مريضه. ليش البكي؟ ليش هذا اللي قاعد تسوينه؟ ليش يمه؟ واللي يسلمك ما لي خلق اتكلم ولا لي خلق احد يكلمني. تكفون انا تعبانه، كلمني بنتي بغت تروح مني وقت اروح الشاليه الحين. لا عليها ما عليها الا العافيه، الحين مستشفى عطوها مخفض حرارة وبتصير زينة وبالبيت تاخذ علاجاتها الباجية وبتصير أحسن يا رب. بس انتي ما لقاعد تسوين بعمرك كذي يا أمي، انتي حياتي بس يا أمي حبيبتي. الله يخليكم لي يا رب. بسم الله بك الرحمن. يلا ماما شربي حبيبتي، شربي عشان تصيرين زينة. عفية يا لولوتي الحلوة، عفية ماما. أعطيها ماي، أعطيها ماي. إنزين بشرة، وش قال الطبيب؟ ماكو، قال عندها سخونة شوية واحتقان، نزلوا حرارتها أعطوها أدوية وإن شاء الله ما عليها إلا العافية. يما متى نروح عند أبوي؟ لولوتي أصلا ليش تروحين بيتكم؟ بيتنا أونس، بيتكم ملاقة وضيقة خلق هني وناسة. إذا شايش نعمل عندي؟ أوكي يلا قوي روح شوي شوي. بسم الله عليك الرحمن الرحيم حبيبتي. ها بيبي فكرتي بموضوعك؟ إيما وعسى شلتي فكرة الطلاق من بالك. هي ما الطلاق قرار مو فكرة، وأنا اتخذته وخلصت. وبنتك؟ إيش فيها بنتي؟ ما راح أخلي عليها قاصر. هي ما على فكرة، ترى أنا من قبل لا يصير مشاكل بيني وبين أبوها، أنا اللي شايل البيت كله، أنا اللي أصرف عليها وعلى نفسي وعلى البيت. يعني ما راح يكون في أي مشكلة إذا أنا بشيلها بروحي. وإن شاء الله الحضانة بتصير عندي. ما اختلفنا اوكي، هي مو سالفة مصرف ما مصرف، سالفة البنت تتشتت، حرام تبعدينها عن ابوها. وليش حرام؟ منو قالك ان انا ببعدها عن ابوها؟ بقولك شغلة يمكن انتي ما تدرين عنها، طلال دوامه شفتات و12 ساعة يداوم، وهذا غير سفراته. يعني هي متعودة انها ما تشوفه، وين وين يلا تشوفه. بعدين انا ما راح امنعها عنه، يبي يشوفها يشوفها عندنا هني في البيت. استغفر الله العلي العظيم، كل من بنت ابليس هذه حسبي الله عليها، دشت حياتكم وخربتها. زين اقول يما حبيبتي انت يمكن اذا ضغطتي عليه شويه يطلق الساحره هذه ويرجع لك وترجع حياتكم مثل ما كانت. يما من صدقك عقب اللي سواه فيني تبيني ارد له؟ لو يقلب الدنيا فوق تحت ما راح ارجع له. طلال كان غلطه ولازم أصلحها. ما أدري شو أقول لك يا يما، أنتي أدري بمصلحتك.
شلون صارت؟ الحمد لله أحسن. بيبي ترى أنت مو ملاحظة نفسك، وجهك وايد تعبان. إذا تبين شيء محتاجة شيء قولي لي أنا أخوك. ما تقصر يا أخوي، عساك تخر. صراحة أنا وايد مضايقة، مقصرة وايد مع نفسي ومع بنتي. حملت بنتي كلها قطتها عند أمي، لهيت بسالفتي مع أبوها. أنا أقول يبي لك سفرة تغيرين جو أنت وياها، هتستانسون. إيش رأيك؟ حمود ما بيشغلك معي. يا بنت الحلال لا تثقلين ولا شيء، أنا السفرة فيني فيني. امشي خل سافر، خل نستانس كلنا. بيبي. هلا يبا. أنت طلبت الطلاق عن قناعة، صح؟ طلال وافق على الطلاق. الله يعوضك خير. جايبك هني، انت تدري لو احد من اهلي يشوفك يمكن يذبحك؟ عاد والله ما هموني، بدور انا مشتاق لك. وبعدين لحظه، انا مو واحد من الاهل، ما احنا مناسبينكم ولا شنو؟ فهد امشي الحين، واللي سلمك ترى مالي خلق. ايش اسوي لك؟ ساحبه علي اكلمك ما تردين علي. شنو؟ مو قلت لك امشي وبعدين اكلمك؟ والله راح اكلمك فهد، خلاص. سوالف تصرفيني مو علي، وبعدين ماكو ولا احد من اهلك هني موجود. يلا قولي لي سالفتك. ما في سالفه ولا في شيء، بعدين راح افهمك. انا الحين عندي محاضره، ما يخالف امشي؟ ما راح امشي، قولي لي بعدين. حاف ترى. يلا فهد خلاص، قلت لك راح ادق عليك، تكفى مالي خلق مشاكل. كم صجج يا حاجيج، ليش مو قاعد تردين علي؟ محمد عدتي خلصت، امشي نروح دبي، نروح انا وانت ولولو، نغير جو ونوسع صدورنا. مثل ما قلت لي، مليت من قعدة البيت، مخنوقة يا اخوي. واللي سلمك خل نسافر. شو مسوي؟ يقولون عفس الدنيا. بعد وصلك الخبر انت؟ بعد كل الدوام يدري. مريوم تكفى، الله يخليك. من حكي الناس ومن كثر ما الناس تكلموا معي راسي صار هالكبره، تعبت وانا ابرر. تكفى سكر الموضوع. هي تمرر الله يحديك، انت ما خضر في جتها. حسبي الله عليك، ذبحتها ألف مره. اللي سويته يا ترى كله غلط وغلط. لا حول الله ولا قوه الا بالله. ومريوم ايش فيك؟ هذا صاحبي معول، تعرفني، عارف شلون افكر. يبا شيء صار الحين، شو تبي نسوي؟ شو تبي نسوي؟ لا طلال، عاد تدري عني انا رجال اقول كلمه الحق. انت اللي سويته كله غلط وغلط، ما اختلفنا. الشر حلال لك اربع، تزوج رجل بس تاخذ رفيجته ما يصير، ما يصير. ولو قايل لي انا ما اخليك. مريوم خلاص، اللي صار صار، تعورون راسي الحين. خلاص شيء وخلص. شو اللي صار صار، قول انك حاط عينك عليها من زمان وتبيها، بس خلصنا. انت الموضوع حاط عيني عليها وبيها من زمان. من زين وبعدين
كفرت انا كفرت؟ ايش فيك يا معود؟ خلاص كان طلقناها وارتاحت زين؟ صدقك اللي طلقت الاولى ولا الثانيه؟ عطني عطني الورق عطني الورق عطني الورق هناك اعطيك الورق امسك يلا سلام 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 دور ايش دعوة هاد؟ ترى اللي سويته سويته عن حب ما فكرت لا لازم تفكر لازم تفكر وتعرف انت ايش قاعد تسوي انت وين عبالك احنا بلندن ولا بامريكا ترى عاد ايش دعوة رايح اشوف مرت اخوي وبنته لا حبيبي مرت اخوك قبل الحين طليقته وبنتها لما تيكم تشوفونها زي خلاص فكينا من اختك واخوي هونا شو فكك منه لا حبيبي الموضوع الحين لازم نتكلم فيه انت لا يكون عبالك الوضع نفس قبل لا حبيبي تغير كل شيء تغير هم كلهم ينيازون مع بعض احنا شكوا فيهم بعدين كل واحد له وجهة نظر الحين اللي سوا اخوك وجهة نظر بدور بيبي وطلال شيء وانا وانتي شيء ثاني بعد انا مقادر افكر لو يتي لويا وامتحانات وكلش مو وقته ولي سلمك انا بروح عندي محاضرة باي أصوركم أصوركم طالعوني طالعوني فيديو درباج مو تروحين صوب العميق ويه شفيك تعورتي سلام سلامات سلامات بسم الله عليك وين وين هذه اسمعي قومي 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 تعورتي؟ سلام سلامات لا عادي قومي قومي شيلت؟ وي 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 اسم الله اسم الله درباش لا تزلقي مرة ثانية هذه 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 انتي وين رايحة؟ رايحة حق بنيتي يا الله هذه بنتك؟ اي من الساعة قاعد اسألها اقول لها وين امك؟ زين تعالي قعدي قعدي ارتاحي you
دائما المواقف تضحكنا ما ادري ليش. سامحيني. لا مشكوره ما قصرتي. اهم شيء انت محاسب عوار ما في شيء نكلمهم يقول لك المشكله تشفسه يعني ما ادري يمكن بعدين يبين. شوي. اي مالك خلق الحين طبرت. لا والله يعني اعرف هذا الثلج اللي حطيتيه خفف احسن صح؟ تدري احنا مش تسوي لي تحط لي صحه تمره دافيه كذي مع زيت حق عرضها؟ حق العظم والله حتى اذا ريل يعني ريل اسم العش مكسوره ولا ايد يجبرونها بالتمره فكره يعني الله يسلمك شو تعرف على بعض قبلنا؟ شوي لا ما فيها شيء بس شوي اي عادي اكيد رضا تصير رضا سلامات رايحي الحمد لله على السلامة الله يسلمك عاد سامحيني تعبتك معاي فشلة ايش دعوة لا تعبتيني ولا شيء اهم شيء سلامتك ما تشوفين شر شر ما يجي والله ما تسوى علينا والله ما يسوى علي هالمسبح نزلت لي هال شوفي صار فيني هو دائما بالسفر لازم يصير فيك شيء يا طايحة يا ما بيوقع جنطتك يا ضايع منك شيء عادي يعني الاكشن متعودين عليه بس ما عليه باكر نزلي يصبحي مع بنتك وغير جو لا وي توبة ما انزل شو اسوي بعد انكسر ريولي مالي خلق خليني كذي بس احسن بسم الله عليك سمت عليك الملائكة شو اسوي هذه طحنة الياهل تسوي فيك كذي توصلك لهني اي والله صادجة ترى شيء بسيط عادي لا تحاتين روحي حق ريلك وبنتك فشلة خليتيهم كنتي تجابليني ما تعرفيني منو ريلي هذا اخوي مو ريلي هذا اخوك اي الله يخليهم لك ان شاء الله انا بعد جيت بدون ريلي عنده دوام ومشغول وايد عنده امور قلت هي مع بنيتي نغير جو يومين نروح استانسوا زين تسوي هو بروحه مجابل اليهال يبي له طولة بال اي والله العموم انا بستأذنك بروح غرفتي اي شيء تبين دقي على الرقم 1303 رقم غرفتي ما قصرت حبيبتي مشكورة حبيبتي يلا سلام مشكورة يا عمري مشكورة سامحينا حبيبتي قاعد اشرب قهوه باللوبي فشفت في محلات تحت قلت خل اخذ صوغه حق امي وبدور وهالجور بس صدقين ابوي ما عرف شنو اخذ له توهقت صوغه حق الجور ها لا يعني شفت شيء قلت يمكن يعجبه وخذيته زين الله يهداك يعني وقت الحين احنا اليوم واصلين خل الصوغه والشوبين قبل ما نرجع انت عاد بيبي خلاص لا تسوينا سالفه ما صار شيء انا اللي مسويته سالفه ولا انت الله يعطيك على قدنيتك يا اخوي زين الحين خلنا من كل اللوية انا يعانى شو نسوي تبي نتغدى هني بالفندق ولا نشوف نطلع برا نشوف مطعم؟ إيه نتغدى هني يمدحون البوفيه عندهم خلي العشاء نطلع خلاص اوكي زين وين لولو؟ شافت تلعب تحت وخليتها تلعب خلها تستانس شوي زين نطريني بس احط الاغراض بالغرفه ويج بعد يلا ما يلا بس يعانى يلا بسرعه يلا نطريني نسولف جد شوي يا جماعه احنا تجمعنا اليوم عشان نقوي نفسنا ونثبت نجاحنا تدرون انتم وش صار بالانتخابات تدرون شنو اللي ميزنا وشنو اللي خلى القوائم الثانيه ما توصل مواصيلنا اخلاقنا اسلوبنا تعاملنا كانوا يحاولون يدورون علينا اي ممسك عشان يخلونا ما ننجح لكن بفضل الله قدرنا بيدكم انتم وبيد اخوان الطلبه الباجي قدرنا نوصل ونستحوذ على هذا المكان فعشان نتم موجودين لازم نحافظ على اسلوبنا واخلاقنا لان هو الشيء اللي يميز قائمتنا المنسقه بدور وين ما جت الاجتماع اليوم
اوكي مو مشكله، بلغوها باللي قلناه واللي بنقوله، وارجوكم ارجوكم التزموا بالكلام اللي انا قلته. بالنهايه انا اخوكم وطالب حالي حالكم قبل ما اكون منسق وعامل هالمجامعة، فشدوا حيلكم وكلنا بايد واحده راح نوصل اللي نبيه، ويعطيكم العافيه ومشكورين. ها سلم، ليش ولد ما كملت الاجتماع؟ يعني ايش بيقول هذا حضرته؟ ابي يتكلم عن الحشد والتجمعات وهو انسان فاضي ما عنده ولا شيء، انا هذا ما بيكون رئيسي. اللجنه هي اللي حاطته، ايش بتسوي يعني؟ ايش بسوي؟ يا اشيله يا اطلع من القائمه. اي رطبه. ايه راح اطلع انا راح اطلع، وحياتك اللي حط رئيس علينا راح اشيله بعد. انت الظاهر ما تعرفني عدل، انا اذا حطيت شيء ببالي اسويه يعني اسويه، وهذا ببالي من زمان وراح تشوف عينك. امشي بس امشي. مكانك مبين على فكرة، لا تهدين القائمة أرجوك، لا تحرمينا من قربك. كلهم كذي حتى طلال، يا ما كانت بيبي تسولف لي عن مواقف بالجامعة وبالنهاية تزوج عليها رفيجتها. هاي هاي، ليش ما حضرت الاسماء الفني اليوم؟ يا معودة مالي خلق، بعدين بيني وبينك أنا أهمل دراستي بسبت هالقائمة، مو مستفيدة شيء، إشاعات وكلام فاضي، أنا شكلي بنسحب خلاص. صدق؟ على العافية كلمي فهد خلني أحطني مكانك. لا واللي سلمك، خليه هو يشيل ويحط على كيفه، أنا مالي شغل، اعفيني. زين عن إذنك. نجمعك. خلصت عادي اروح الالعاب. زين بس مو تروحين بعيد. اوكي ديري بالك. ها يلا بيبي، انا ادري ان الموضوع انتهى بس انا وايد شايل همك. لا تشيل همي ولا شيء محمد، انا وايد اقوى من قبل. صدقني قبل كنت اعتمد على طلال بكل شيء، قبل لا أسوي أي شيء لازم أخذ رأيه فيه. تصدق حتى ما كان عندي ثقة بنفسي إن أنا أكون مسؤولة، بس الحين غير، أنا المسؤولة عن كل شيء، وهذا الشيء اللي مونسني. ما توقعت إن هالسفرة بتغير فيني أشياء وايد. وأنا هذا اللي مونسني، إنك تكونين مرتاحة ومستانسة بحياتك. بس ترى بيبي أنت قاعد تفكرين بهاللحظة بس، مو قاعد تفكرين بعدين ليلول كبرت ان شاء الله وصارت مراهقه راح تحتاج حق ابو حازم، ابو يعلمها الصح من الغلط. منو؟ طلال ابو حازم؟ ليش هو عمره درى عنها اصلا؟ محمد قاعد اقول لك الحين انا اللي مسؤوله عن بنتي وما راح اخلي عليها قاصر. اصلا طلال بالنسبه لي انا اعتبره مات. كفو والله يا ملولو. شنو؟ ملولو؟ ايش فيك الله يهداك؟ يعني اسمي زينة ايش حالاته؟ ليش تكبرني؟ سوتني عيوز. ما قلت شيء زي خلاص يبقى بيبي بيبي. بالعافية بالعافية. الله يعافيك. الله يعافيك، انت شيابك؟ خلاص كان دقيت على الريسبشن يبوا لي شيء عندك. ايش دعوة حبيبي كلها زلقة مو كسر. تعالي 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 تعالي. لا لا بقعد بروحي حبيبتي. لا والله حياك حياك اختي، تفضلي تفضلي والله تفضلي. اقعدي. ابي ازعجكم بخليكم على راحتكم. ما من زعجك قلبك. تعالي. حبيبتي مشكورة مشكورة. انزين شنو تبين تاكلين؟ خليني انا احط لك اكل. لا مو لهالدرجه، ايش دعوه؟ شنو نظامك بالاكل قولي لي؟ انا فات. ديري بالك تحطي لي شيء دايت. لا لا الحين اشوف لك انا. تبي شيء محمد؟ لا بس اشتي. بالغه زلقه صغيره يعني مو ذاك الشيء. ما تشوفين شر ان شاء الله. الله يكرمك. انا هالدكتوره يا تذبحني يا بذبحها، يننتني.
وترى المادة مو صعبة وايد، بس هي معقدة وكلها تبي تعقدنا معاها. بدور شفيت أكلم منو أنا؟ مريوم إحنا عايزين ندرس بس تشهدرة. درسي درسي. أي صح ندرس. جيرانكم مو هذا اللي معانا بالجامعة؟ اي معانا بالقائمة بعد تخيلي. ايش فيه؟ ما ادري قاعد يتبوس امي يضحك وينرفز. لا تضحكين قاعد يدرسي. صدقين تتطور الدنيا يتغير حال الناس ونقص على نفسنا نقول نطلق اليوم مو مثل أمس. واضح ما تغير شيء حتى لو المجتمع كله بكبره ما همه إذا المرأة كانت مطلقة ولا على ذمة ريال. يظل داخلنا إحساس مكسور أساس يقول لنا ترى أنت فشلتي بأنك تحافظين على بيتك وريتك.
شوفي بيبي، أنا خليتش تقولي اللي بقلبك كله، ما تكلمت. ساعات الإنسان يحتاج يتكلم مع شخص ما يعرفه عشان ما ينحرج أو يخجل من الصراحة. أفهم، بس الشيء اللي مستحيل أقبل فيه إنك تتحسرين على شيء أنت ما لك دخل فيه ولا تندمين عليه. أعرف إيش كثر يا عمر لما أقرب اثنين في حياتي يقدرون فيك، كان زوجك وكانت على صديقك. صعب، كسرة وألم وجرح وضغط، ودك الأرض تنشق وتبلعك، مو قادرة تواجهين الحياة ولا تواجهين أهلك ولا تواجهين أي شيء ذكرك فيه، ما تبين حتى تمرين من بيته. بس صدقيني، الطعنة اللي ما تذبحك تقويك. تأكدي إن أنتي ما خسرتي شيء، هما اللي خسروك. الدنيا هذه مثل الكتاب، متروسة صفحات بيضاء، بس أنتي كل يوم تكتبين صفحتك، تكتبين الخذلان، الخلاص، الفشل والنجاح، الغدر والوفاء. أنتي تختارينها، انسيهم، قطيهم ورا ظهرك، لا تفكرين فيهم. ليه متى؟ ليه متى بتعيدين نفس الموقف وتحللينه وتفصلينه وتتألمين؟ انت قاعده تظلمين نفسك. صح كلامك، يمكن انت وايد سهل عليك تقولين هالكلام، بس صعب علي. وانا انت ما انحطيتي بالموقف اللي انحطيتي. انا وصلت لمرحله ما قمت اثق بحد، لما طالع روحي بالمراية ما أعرف، مستغربة، قل يا ربي هو شنو شاف فيها وأنا ما فيه شيء. أول ترى هذا اللي خلاني أنحاش وياه، قلت يمكن أغير حياتي، أبدأ حياة جديدة. البدايات إحنا نصنعها، مو هي اللي تصنعها. أنتي لازم تشوفين الدنيا من نظرة ثانية. سكري باب التشاؤم وتفائلي شوي. صدقيني الدنيا حلوة. ركزي ببنتك، ببيتك، بحياتك الخاصة، خلاص انسي الماضي. حتى بشغلك. تبي نصيحتك نصيحة؟ بس نرد الديرة، قدمي نقل. تعالي عندي. صدقيني، أنتي غيرتي المكان اللي تشتغلين فيه. راح يكون عندك صديقة جديدة. ورفيجات بعد غيري، غيرتي المجتمع. اللي يعرفك ويعرف قصتك ما راح تنحرجين اكثر. خلاص راح تبتدين صفحه جديده، بكذي تتخلصتي من الماضي ولا تفكرين فيه. هذه هي البدايه، بس حاولي ما تفكرين بالماضي. وانا معاك وبوقف معاك، ما راح اخليك. يلا عاد يلا. الله يلا. صح صح. احكي. شحالات الجو مو مال كذي. ما رجع تشتكين لي ولا تشتكين حق البحر، بس كتر اثنينكم. انا نفس البحر.